تصادف هذه الأيام الذكرى الأولى لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر لاستيادة الأردنية الكاملة، بعد أن أنهى جلالة الملك عبد الله الثاني العمل بملحقي المنطقتين من معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل عام 1994. وحسب ملاحق المعاهدة أعطي حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة ربع قرن، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما أعلنه الأردن إذ قرر جلالة الملك عبد الله الثاني العام الماضي استعادة أراضي الباقورة والغمر من الوصاية الإسرائيلية. وقد أشاد المواطنون بمختلف فاعلياتهم بموقف جلالة الملك، واعتبروا يوم عودة السيادة على الأراضي الأردنية المسترجعة بالحدث التاريخي في المملكة.